بطبيعة الحال منذ الوهلة الأولى التي هتف لي فيها معالي السفير من أجل القيام بهذا المؤتمر الصحفي الذي سيعطي انطلاقة فعاليات الجمع بين يوم نصرة الأسير وكذلك نصرة غزة. وهذا الدمج يؤكد على أن ما يجري الآن على الأرض هو أن فلسطين تحولت إلى سجن للجميع، وأن ما يجري على الأرض يمكن أن نقول بأنه هو صمة عار على الإنسانية جمعاء، لأن ما يحدث على الأرض هو فظيع في بقعة صغيرة تمارس فيها كل أنواع القتل وبآلات يعني جد متطورة وبوضع غير متكافئ. المؤتمر الصحفي المشترك بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وسفارة دولة فلسطين في المغرب، الهدف منه هو إطلاق فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسير، وهو قرار دمجت فيه الحالتين، حالة استحضار هذا الألم وهذا الوجع الذي يعيشه الأسير الفلسطيني، وكذلك استحضار ما يجري على الأرض من قتل وتدمير. ولهذا نعتبر بأن المغاربة استجابوا منذ البارحة للتنديد والصراخ على هذا القتل المتمدد. فقدنا كصحفيين وصحفيات 2 من زملائنا هذا الأسبوع ليصل العدد إلى حوالي 165 شهيد وشهيد. ولهذا نقول بأن ما يجري الآن هو محاولة نسيان هذه الحرب أو إنساء هذه الحرب للناس. ما نقوم به نحن هو محاولة إيقاظ الضمير العالمي، وهناك نتائج مهمة عكس ما يدعي البعض، أن يصل هذا الصوت إلى الجامعات الأمريكية والأوروبية، معناه أن النبتة التي نزرعها كل يوم للاحتجاج على هذه الحرب المدمرة يعطي أكله، وأن هذه القضية لن تموت، وأن من واجبنا كمغاربة أن نحافظ على نفس النفس الإيجابي تجاه هذه القضية، سواء تعلق الأمر بالحركات الجماهيرية أو تعلق الأمر بالمسؤولين أو تعلق بكل المستويات في المغرب، كل واحد يقدم نوع من التمييز في نصرة إخواننا الفلسطينيين. هذا واجب علينا، وعلينا نستعد كإعلاميين لتغطية هذه الفعاليات من أجل أن نساهم في تدمير الصمت الذي يحاول فرضه على هذه القضية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.